ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنبدأ نحل مسائل شابتر 9. الفيديو ده مش كل حاجة في الشابتر، فهو بس مجرد انك بتفهم ازاي تعمل ايه في المسائل بس. اما المادة نظري وعملي، فلازم تفتحوا فايل الاي سي وتشوفوا فيه كل الانفورميشن بتاعت الشابتر. طيب خلينا نبدأ كده بشوية نوتس هتساعدنا يعني قدام في الحل. مبدئيا احنا هنشرح بارت 1 اللي هو export والimport transaction. بيقولك هنا ان احنا ما بنسجلش اي عملة اجنبية في ال current country بتاعتنا، يعني انت المفروض في البالانس شيت انت ما بتكتبش العملة الاجنبية في البالانس شيت، انت لازم تحولها لعملة بلدك. يعني بما انك كتاب امريكي فهتبقى local currency الدولار، فأي عملة غير الدولار تعتبر عملة أجنبية. يعني لو نفترض إن أنت جالك مثلا، أنت مواطن أمريكي جه مثلا مواطن ألماني البلد بس هو معاه الدولار، ده كده يعتبر فورين كارنسي؟ لا، ده ما يعتبرش فورين كارنسي. ممكن يلخبطك ويجيب لك تريك إن هو ده فورين بارتنر، فأنت إيه تفتكرها فورين كارنسي؟ لا، هو اهم حاجة ان الكرنسي تكون غير الكرنسي بتاعت الدولة اللي بتتعامل بيها. طيب احنا المفروض علشان خاطر نكتب في البالانس شيت، المفروض ان احنا نعمل تحويل للفورين كرنسي دي. عندنا طريقتين على حسب بقى هو مديك ايه في المسألة، فانت هتمشي ايه. طيب اول طريقة اللي هي دايركت تريد. دايركت تريد دي مبدئيا انت بتشوف الوان فين، يعني الوان لو جنب الفورين كارنسي، يعني نفترض ان 1 يورو ايكوال 30 دولار، انت اللوكال كارنسي بتاعتك دولار، فهنا الوان جنب الفورين، فانت كده بتمشي دايركت تريد. انت بتعمل الرقم اللي هو مديه لك في المسألة تايمز العملة اللي هو مديها لك، تمام، او تايمز ال 30 يعني، عشان تجيب عشان تمشي دايركت تريد. وعامة اغلب المسائل بتبقى دايركت تريد. طيب الطريقة التانية العكس، ان يبقى الوان جنب اللوكال كرنسي. احنا قلنا ان اللوكال كرنسي دولار، فالوان جنب الدولار، تمام، فانت بتعمل ديفايدد. ودايما في الدايركت ريت هتلاقي ان الكرنسي اللوكال كرنسي بتاعتك على اليمين، الاندايركت ريت اللوكال كرنسي بتاعتك على الشمال، عشان لو جابلك ايكويجن يعني في مسائل او حاجه فانت تبقى ايه يعني ملمه بالدنيا. طيب بعد كده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في المسائل هتقابلنا. ممكن مثلا يجيب لك ديت، انت رايح مثلا بنك هتشتري او هتبيع عملة اجنبية، فاول مرة هتبيع او هتشتري ده اسمه transaction date، اول ما هتروح، تمام. طيب نفترض انك رحت يوم 25/5/2020 وعايز تاخد الـ مثلا مقابل العملة بتاعتك يوم 26/6/2020، كده احنا في سنة 2020 نفس السنة. طيب طالما نفس السنة يبقى عادي، هتعمل الانتري بتاعت الترانزاكشن عادي والسيتلمنت عادي، احنا لسه هنقولها قدام السلايد الجاية، بس انا بوضح الفكرة بشكل عام يعني. طيب التريك هنا فين؟ التريك هنا لما يقولك سنتين. سنتين ازاي؟ انت رحت، خلينا ماشيين بنفس الارقام، انت رحت يوم 25/5/2020 وبعد كده عايز تاخد فلوسك يوم 26/6/2021. طيب كده انت عديت السنة. طيب احنا عارفين ان البالانس شيت ديت لازم يتعمل في يوم 31/12، فكده انت هتعمل 3 انتريز او هيبقى فيه 3 تواريخ، تمام، انت بتمشي عليهم. ولازم تعمل ادجستمنت، يعني ما ينفعش اسيب البالانس شيت كده فاضي يوم 31/12 لما يجي الاوديتور يقول لي ايه ده، ما ينفعش. لازم اكتب في البالانس شيت الادجستمنت اللي مثلا السبوت ريت دلوقتي، يعني حد مديني عملة اجنبية، طيب دي الـ النسبة بتاعته كام دلوقتي، فلازم اعمل ادجستمنت للموضوع ده كله. طيب ما تعتبرش بقى ريسك لو او مثلا الشركة او البنك ما يخافش لو ان احنا بنتعامل بنفس العملة، زي ما انا قلت لك هو فورين بارتنر بس مش فورين كارنسي، يعني بقى هو مثلا شخص ألماني جنسيته بس هو معاه دولار عادي، فده مش يعتبرش خطر عليا، احنا بنتعامل بنفس العملة، مفيش سبوت ريت هيعلى ولا هيقل،
نفس الموضوع الـ transaction date برضو مفيش spot rate هيعلى ولا هيقل. لو انا قلت له مثلا خد انا معايا 100 دولار وانا عايزة مثلا قصادهم يعني نفترض ان احنا هنا العكس يعني 100 يورو وانت ايه قصادهم 100 دولار، تمام؟ فالاتنين equivalent لبعض، فاحنا في نفس اليوم، فدي مفيش ريسك عليا خالص، تمام؟ طيب نبدأ بقى نعرف ايه هي الاكسبورت او السيل، وهي ايه هي الامبورت او البرتشيز. نبدأ بالاكسبورت وهي السيل. طيب الاكسبورت نفترض انك انت معاك 100 دولار، تمام؟ ال100 دولار دول انت عايز تروح البنك عشان خاطر تبيعهم وتاخد بدلهم جنيهات. طيب انت ليك فلوس عند البنك، يعني انت رايح هتبيع مبلغ عشان تاخد قصاده مبلغ، فليك فلوس معناها account receivable. account receivable asset يعني تعامل معاملة ان هي لما هتزيد هتبقى debit ولما هتقل هتبقى credit، تمام؟ طيب خلينا في نفس المثال، انت معاك 100 دولار عايز تروح تاخد بدلهم جنيهات. لو زي الحالة اللي احنا فيها كده دلوقتي، لو سعر الدولار زاد، يعني ايه سعر الدولار زاد؟ يعني نسبته زادت مقارنة بالجنيه. يعني احنا دلوقتي في الوقت اللي انا بعمل فيه الفيديو ده الدولار الجنيه المصري ب40 دولار، في الوقت اللي انت هتشوف فيه الفيديو هيبقى الجنيه المصري ب50 دولار، بيزيد. السبوت ريت اللي هو معدل التغير ما بين العملتين بيزيد. طيب معنى ان انا معايا 100 دولار وعايزة اروح البنك اغيرهم، لو المعدل زاد فانت بتكسب، يعني انت هتاخد فلوس زيادة، يعني الاكاونت ريسيفابل هيزيد، تمام؟ او الفلوس اللي ليك عند البنك، البنك هيديك فلوس زيادة، لان 100 دولار مثلا دلوقتي عاملة لها 300,000 جنيه زي مثلا يعني. فبالسبوت ريت لو مثلا بكرة مثلا السبوت ريت زاد، فانت بدل ما هتاخد 300,000 جنيه فانت هتاخد مثلا 400,000 جنيه، فانت كده بتكسب، تمام؟ جين بيبقى دايما في الكريدت، والاكاونت ريسيفابل بما ان هي بتزيد فهتبقى ديبت. طب تعال نعكس الموضوع، لو السبوت ريت قل فانت بتخسر، يعني لص، انت بدل ما هتاخد 300,000 جنيه فانت هتاخد مثلا 200، هتاخد 150، فانت كده بتخسر فلوس، تمام؟ والفلوس اللي ليك عند البنك هتقل فهتبقى كريدت. طيب نخش في الانترست. اول حاجة هي الترانزاكشن ديت او التاريخ اللي انت بتروح البنك فيه اول مرة خالص، تمام؟ فال بتحط الاكونت ريسيفابل في الديبت والسيلز ريفينيو في الكريدت، تمام؟ دي الانتري بتاعتها. البالانس شيت ديت اللي هو التاريخ اللي احنا اتفقنا عليه في السلايد اللي فاتت، لما يكون في سنتين، تمام؟ ان مثلا انت رايح في 22 وهتاخد الفلوس في 23، تمام؟ طيب البالانس شيت ديت ده انت لازم تعمل ادجستمنت. ادجستمنت معناها ان انت بتشوف هل انت خسرت ولا هل انت كسبت. طيب انتري الخسارة، طبعا احنا عارفين ان اللص تبقى ديبت، فاللص ديبت والاكاونت ريسيفابل كريدت، فالجين برضو العكس، الاكاونت ريسيفابل ديبت والجين كريدت. طيب دلوقتي في حاجة، انا نهيت السنة او 31 ديسمبر خلاص انا جيت عند نهاية السنة وجيت ابتديت اشوف السبوت ريت بتاع العملة دي علشان خاطر اقفل حساباتي عشان لما الاوديتور يجي يشوفني يبقى انا ايه حساباتي تمام مفيش اي مشكلة. طيب شفت ان السبوت ريت تمام قل بتاع العملة مثلا، فكده انا بخسر، كده هعمل انتري لوس. طيب شفت السبوت ريت زاد، كده انا هعمل انتري الجين، خلاص الموضوع هيخلص والسنة هتتقفل. نستنى بقى السنة اللي بعديها في السيتلمنت ديت، تمام؟ نبدأ بقى برضو نعمل ادجستمنت، والله دلوقتي سعر العملة زاد ولا قل، فنبدأ نعمل ايه؟ اول انتري لازم انتري الادجستمنت اللي هي الانتري اللي فوق عندك دي، اللي هي فورين لوس او فورين جين على حسب بقى، تمام؟ بعد كده بما ان انت هتاخد فلوس فالكاش هيزيد، ف
فالكاش لما يزيد هيبقى ديبت، والاكونت ريسيفبل هتقل، الفلوس اللي ليك خلاص انت خدت فلوسك، فالفلوس اللي ليك هتقل. هو بقى ممكن يجيب لك الموضوع ده بشكل مختلف بانتري، هي نفس الانتري بتاعت السيتلمنت ديت دي، بس هيجيبها لك بشكل مختصر شويه، بدل ما نعمل بقى الادجستمنت وبعد كده الانتري التانية، هو هيجيبها لك بالشكل اللي انت شايفه ده. في التشويزز ممكن ان الكاش ديبت، وكده كده احنا عارفين لو حصل لوس فاللوس بيبقى في الديبت والاكونت ريسيفبل كريدت. طيب لو حصل جين هيبقى الكاش ديبت والفورين اكسشينج جين كريدت والاكونت ريسيفبل كريدت. طيب دي كده كل حالة السيل. طيب لو انا هشتري مش هبيع، هيمبورت، تمام؟ هيمبورت دي ان انا معايا دلوقتي 100 دولار، او خلينا نقول مش دولار، خلينا نقول جنيه. طيب لو انا دلوقتي معايا مثلا سي 100,000 جنيه، خلاص، وعايزة اشتري دولارات اشتري دي، انا لو روحت البنك المفروض انا هيبقى ليا عليا فلوس للبنك، لان انا عايزة اشتري دولارات، فالبنك هيبقى المفروض هيبقى هو السيل وانا هبقى البرتشيز، تمام؟ فعليا فلوس دي اكاونت بيبل لايبيليتي عليا، يعني بتزيد بالكريدت وبتقل بالديبت. طيب لو السبوت ريت بتاعت العملة اللي انا هشتريها اللي هي بالدولار لو زادت، انا ايه اللي هيحصل لي؟ لو زادت انا هخسر، لان انا عايزة اشتري العملة دي، فالعملة قيمتها زادت، فانا بالتالي هدفع كتير عشان اخد مثلا عملة، يعني هدفع مثلا سي مثلا 400,000 مثلا عشان اخد 1,000 دولار، في حين ان لو السبوت ريت قلت فانا هدفع قليل عشان اخد عملة كتير، يعني هدفع 100,000 جنيه مثلا عشان اخد 4,000 دولار مثلا يعني، فانا كده بيحصل لي جين، انا كده بكسب. طيب واحدة واحدة كده تاني، السبوت ريت لما بتزيد بيحصل لص، بتزيد في البرتشيز بيحصل لص، في الاكاونت بيبل اللي هي الليبيليتي عليا بتزيد، تمام؟ انا المفروض ان انا في فلوس بدفعها زيادة عليا، فلما بتزيد بنحطها في الكريدت. طيب السبوت ريت لما بتقل او ديبريشيت، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى جين، يجيلي انا فلوس كتير، والاكاونت بيبل او الفلوس اللي كانت عليا بتقل، تمام؟ طيب الانتري خلينا متفقين ان في حالتين، حالة اسمها البريودك وحالة اسمها البربتشوال. الحالة دي بتبقى في الانفنتوري اللي هي عمليات الجرد، تمام؟ حالات الانفنتوري. فلما يبقى فيه بريودك انت بتكتب purchase في الديبت، لما بيبقى فيه perpetual انت بتكتب inventory في الديبت، تمام؟ يعني يا اما purchase يا اما inventory على حسب الكيس اللي مديها لك. طيب بعد كده بتكتب account payable credit، خلاص، ال balance sheet date. لو حصل loss فانت بتكتب عادي loss في الديبت وال account payable في الكريدت. لو حصل gain فانت بتكتب الاكونت بيبل ديبت والجين كريدت، تمام؟ طيب السيتلمنت ديت زي ما احنا قلنا احنا بنعمل ادجستمنت في الاول، وهي ما اختلفتش، كلامي ما اختلفش خالص عن الاكسبورت في الحته دي، ان انت لازم تعمل ادجستمنت في الاول، وبعد كده الحته الاختلاف هنا ان انت خلاص انت كده بتشتري حاجه، فانت اللايبيليتي اللي عليك هتقل، فانت هتحط الاكونت بيبل في الديبت، وبعد كده هتحط الكاش في الكريدت، الكاش هيقل، انت خلاص انت سددت اللي عليك، فانت بتدفع من معاك، فالكاش اللي معاك بيقل. طيب هو ممكن يجيب لك برضو الانتري دي بشكل تاني، هيجيبها لك ان بالشكل ده، هيبقى الاكاونت بيبل ديبت، وعلى حسب بقى جين او لوس، بس انا حبيت ان انا انوع يعني عشان يبقى قدامك الكيس كلها. لو لوس هيبقى اكاونت بيبل ديبت ولوس ديبت وكاش كريدت، لو جين زي في الحاله اللي قدامنا دي هيبقى اكاونت بيبل ديبت والجين كريدت والكاش كريدت. خلونا نبتدي باول مساله معانا بعد ما فهمنا يعني بشكل عام كده الدنيا فيها ايه.
هو في عامة المسائل بتبقى بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام؟ انت بتبص على حاجات معينة، دي اللي هتهمنا. اول حاجة قالك ان هي عملت سيل، الشركة دي عملت سيل، يعني انت هتشتغل اكسبورت، تمام؟ طيب العملة اللي هي الفورين كارنسي 100,000 كراون، تمام؟ خلينا فاكرين ان خلينا عارفين ان الكراون دي عملة اجنبية، تمام؟ هو عايز ايه؟ بيقولك ال exchange rate for 1 crown apply. 1 crown apply احنا قلنا ان الكراون دي foreign currency، كان بيها 1، يعني هنشتغل ايه؟ هنشتغل direct rate، يعني هنعمل ايه؟ هنعمل times، خلاص؟ فانت خليك فاكر انت هتعمل times. الجدول اللي قدامك ده بيبين تواريخ وبيبين spot rate، spot rate او قيمة العملة، تمام؟ هنا اول حاجه ابتدى 0.60، بعد كده 0.66، وبعد كده 0.62. من 0.60 ل 0.66 كده معناها ان السبوت ريت زادت، خلاص. طيب هنا 62 قلت. طيب خلينا بقى نفهم، نشوف احنا قلنا الحاله بتاعه السيل لما السبوت ريت بيزيد او بتقل، هنشوفها دلوقتي معانا في الحل. طيب هنا المساله دي انت شايف فيها سنين؟ لا، المسألة دي ما فيهاش سنين، معناها ان انت هتشتغل هي سنة واحدة، هيبقى فيها transaction date وهيبقى فيها settlement date. طيب تعالوا بقى بينا نشوف الحل. طيب زي ما قلت لك ان دي الحاجات اللي بتهمني في المسألة، plus انها sale، تمام؟ خليك فاكر ان دي حالة sale. طيب اول حاجة هو مديك ال 100,000 كراون او 100,000 عملة اجنبية، ومديك في 15 سبتمبر الايه السبوت ريت بتاعتها. احنا هنعمل ايه؟ احنا ماشيين دايركت ريت. دايركت ريت يعني انت هتاخد 0.60 تايمز 100,000. احنا الاول بنكتب الديت، تمام؟ 15 سبتمبر، وبعد كده هنبدأ ايه نعمل تايمز لانها دايركت ريت. طيب بعد كده هنبدأ بقى نشتغل عادي. ال 15 سبتمبر ده transaction date. transaction date كانت الانتري بتاعته ايه؟ كانت account receivable debit وكانت sales revenue credit، تمام؟ 60-60 عند بعض. بعد كده نبدأ نخش في 30 سبتمبر. 30 سبتمبر السبوت ريت زاد. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل عادي، بنحول عادي طبيعي زي ما احنا قلنا، بنحول المية ألف بنعملها تايمز السبوت ريت بتاعت ده، مبدئيا ده ادجستمنت، تمام؟ فانت بتعمل ال 100,000 تايمز 0.66، تمام، ماينس اللي طلع لك في الترانزاكشن ديت اللي هو 60، فيطلع معاك ب 6. 60 فدي اكونت ريسيفبل وايه وجين او لوس، بس هي هنا جين. جين ليه؟ لان السبوت ريت زادت، فبما ان هي دي كريدت فدي هتبقى جين. طيب هنيجي بعد كده للسيتلمنت ديت. السيتلمنت ديت او تاريخ الدفع، خلاص. بنعمل ايه؟ تو انتريز. اول انتري ان احنا مبدئيا اول قبل اي حاجه انت بتحول العمله طبعا تبع السبوت ريت، تمام؟ وبعد كده هتبدا ان انت تعملها ماينس عشان خاطر تشوف الفرق وتعرف دي جين ولا لص، ولو جين جين بكام، ولو لص لص بكام. بس احنا طبعا باين هنا قدامنا ان هي لص، تمام؟ فدي بما ان هو هي عامه الفورين اكستشينج جين اور لص هي بتتكتب كده، بس طالما عندك ديبت يبقى دي لص، لو كريدت يبقى دي جين زي ما اتفقنا. بعد كده هتعمل اكونت ريسيفبل كريدت، لان هو ده الفرق اللي انت خسرته من الفرق من 30 سبتمبر و 15 اكتوبر. انت خسرت في الفترة دي 4,000 جنيه. طيب انت هتدفع كام؟ او يعني بما ان هي حالة بيع فانت هيجي لك كام؟ فكام دي هتبقى هي السبوت ريت، الرقم بتاع السبوت ريت بعد التحويل ده ما بتلعبش فيه خالص ولا بتعمله ماينس، هو ده الرقم اللي ده اللي هيجي لك وده اللي هيزيد بالكاش، اللي هو 62,000. 62 ده 1000 جه منين؟ من احنا عملنا 100,000 تايمز السبوت ريت طلع ب 62,000. طيب كاش احنا قلنا ان دي الانتري التانية، كاش ديبت واكونت ريسيفبل كريدت.
طيب نخش بقى في تاني مسألة وتاني فكرة معانا، لأن كل مسألة بفكرة مختلفة. مبدئيا انت بتبص اول حاجة، قلنا بنبص دي سيل ولا بيرتشيز. طيب هنا بيقولك ان الكمباني دي عملت بيرتشيز، خلاص بيرتشيز انفنتوري مش عارفة ايه ايه 50,000 شيلينج. 50,000 شيلينج دي الفورين كارنسي. طيب بتيجي بعد كده تخش هتلاقي currency exchange rate for 1 شيلينج. 1 شيلينج هنا قلنا 1 foreign currency معناها هنمشي direct rate، معناها هنعمل times، خلاص. طيب هنا الموضوع في الجدول مختلف شوية، في فكرة مختلفة. transaction date اللي هو 15 ديسمبر، ال spot rate بتاعه 0.28. هنا 31 ديسمبر السبوت ريت بتاعه 0.30. السيتلمنت ديت، لان هو قال هنا هيدفع، احنا عرفنا منين ان ده السيتلمنت ديت؟ من الكلام المكتوب. قال ان هنا هيدفع في خلال 45 يوم، خلاص في خلال 45 يوم، يعني هيدفع في يوم 25/1/2021. طيب في ناس كتير قوي هتسألني، طيب ده settlement date، او هتسأل يعني في دماغها يعني ده settlement date، طيب التاريخ ده بيعمل ايه؟ التاريخ ده ملوش اي 30 لازمة، no entry، لان انت خلاص انت قفلت حساباتك هنا مع العميل بتاعك، او ايا كان، مع الشخص اللي قدامك او اللي هو بيشتري، فاوريدي خلاص مفيش حاجة، فدي هتبقى no entry، دي ملهاش entry خالص، هو بس حاططها مجرد ان هو يلخبطك بس. طيب تعالوا بقى نخش في المسألة ونشوف بقى ايه فكرتها عاملة ازاي. احنا قلنا ان دي ال requirements اللي انا عايزاها في المسألة بتاعتي. احنا قلنا 50 شيلينج، وعندنا 3 تواريخ، لان في سنتين، لان هو هياخد فلوسه في السنة 21، خلاص. لو نلاحظ هنا ال spot rate بيزيد. طيب احنا قلنا ان السبوت ريت بيزيد في البرتشيز، ايه اللي بيحصل؟ يعني انا لما الاقي معدل العملة اللي انا هاخدها هشتريها، معدل العملة بيزيد، انا هدفع كتير، معناها ان انا هخسر فلوس كتير. فالسبوت ريت هنا، كل المسألة نص، كل المسألة ان السبوت ريت بيزيد، خلاص. فدي حالة برتشيز. هنبدأ بأول ديت اللي هو 15 ديسمبر 2020، هنبدأ نحول العملة من العملة اللي هي تشيلينج للدولار. هنحول، هنعمل 50 × 0.28، هيطلع ب 14,000. طيب الانتري بتاعت الترانزاكشن ديت في البرتشيز كانت ايه؟ كانت انفنتوري ديبت، وكانت اكاونت بيبل كريدت، خلاص. طيب هنيجي بقى للادجستمنت، هنيجي للتاريخ البالانس شيت ديت. هنعمل ايه هي؟ هنبدأ ان احنا نحول ال 0.30، هنحول ال 50 بالسبوت ريت بتاعتها 0.30، هتطلع ايه؟ 15,000. طيب انا دلوقتي في حالة الادجستمنت او في حالة التعديل، انا عايز اعرف انا كسبت ولا خسرت، هعمل ايه؟ خلاص انا حسبت دلوقتي السبوت ريت بتاعتي 15,000. طب عشان اعرف انا كسبت ولا خسرت، هعمل 15,000 ماينس ال 14,000 اللي هي بتاعت الترانزاكشن ديت، هيطلع لي 1000. طيب ال 1000 دي خسارة، عرفت منين انها خسارة؟ السبوت ريت زاد فين؟ زاد في البرتشيز، فدي لوس، واللوس ديبت، تمام. بعد كده هنعمل اكاونت بيبل كريدت. طيب جيت بقى انا بقى ايه يوم الدفع، خلاص انا بقى ايه هدفع له خلاص الفلوس بتاعته وتمام، بما ان انا بيرتشيز. يوم الدفع يوم 25/1/2021، بعديها ايه بشهر، يعني ايه عدينا السنه يعني. طيب برضو هعمل ادجستمنت، انا عايزه اعرف انا كسبت ولا خسرت، بس قبل ما اعمل ادجستمنت انا هحول العمله عادي، هحول العمله هتطلع لي 16,500. طيب برضو عايزه اعرف انا كسبت ولا خسرت، انا هحددها منين؟ انا كل ما امشي adjustment او كل ما امشي entry، ببص على الانتري اللي قبليها، ببص انا كسبت ولا خسرت من الانتري اللي قبليها. يعني عشان اعرف انا كسبت ولا خسرت، فانا هبص على 16,500 ماينس ال 1000،
فبالتالي أنا خسرت 1500. ليه؟ لأن السبوت ريت زاد. تمام، فهنعمل اللوس ديبت والأكاونت بيبل كريدت. طيب آخر انتري اللي هي انتري الأكاونت بيبل والكاش. الأكاونت بيبل أنت بتعملها بنفس الفلوس أو نفس التحويلة بتاعت السبوت ريت، ما بتغيرهاش، اللي هي 16500. تمام، لأن دي فلوس عليك، فدي اللي أنت هتعملها في الانتري دي. فهتعمل اكاونت بيبل ديبت لان انت بتقلل عليك، وكاش كريدت. نيجي بقى لاخر مسألة في بارت 1 كله، ونكون خلصنا السيل والبرتشيز بمشاكلهم كلهم. طيب هنبدأ بقى نبص على المسألة. هيقولك 10 ديسمبر هو سولد. طيب سولد يعني هن ايه؟ نمشي سيل. طيب ايه العملة الفورين كارنسي بيسونز عندنا هنا؟ فهنا بيقولك ان هنا باع 8,541,000 بيسونز في التاريخ ده. تمام، السبوت ريت كان 365 بيسونز بير يو اس دولار، او بير دولار يعني بير 1 دولار. طيب احنا قلنا ان 1 دولار دولار ايه؟ دولار لوكال كارنسي. لما يكون ال1 جنب اللوكال كارنسي ده هنمشي انهي ريت، دايركت ولا اندايركت؟ صح، اندايركت ريت. طيب اندايركت ريت احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا في الدايركت بنعمل تايمز. طب الاندايركت ديفايدد، هتعمل 8,541,000 ديفايدد 365، هيطلع لك 23,400. تمام، ده indirect rate. طب احنا قلنا ان الكيس بتاعتنا sold. تمام، sold يعني sale. هنكتب التاريخ 10 ديسمبر، هنكتب عادي ده transaction date طبيعي عادي، اللي هو account receivable debit و sales revenue credit. وبكده نكون خلصنا part 1، ويا رب تكونوا فهمتوا مني. وبكده نقدر نقول ان بارت 1 خلص، واستنوا بارت 2 هينزل قريب.